كمان كمان بشكره معانا جدا. اسلام من المغرب، معانا طبعا زميلنا ومراسلنا في المغرب كريم احمد، بنقول لك مساء الخير. عايزين نعرف بقى منك انت كمان الكواليس فرقتنا ايه، التحضير، الاجواء العامه بعد الفوز على سياتل، والاستعداد لمباراه تاريخيه امام ريال مدريد. كل التحيه لكابتننا الكبار طبعا كابتن هاني رمزي وكابتننا الكبير الكابتن اسلام الشاطر. يا رب ان شاء الله موفقين لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني، اداء اكثر من رائع الحقيقه واصرار كبير من البدايه. يا رب ان شاء الله تكمل النهايه وتكون نهايه كبيره جدا وفرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي. يعني هنبدا في البدايه، يعني المستحيل مش في كره القدم، والكوره بتدي للمجتهد، ولو في مستحيل بالتاكيد النادي الاهلي هو قادر بقيمته الكبيره جدا هو يكسر اي مستحيل. ده اللي الحقيقه الانطباع الكبير جدا لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، تركيز كبير. يا كابتن اسلام، يا كابتن هاني، التحضيرات يعني مميزه جدا عقب انتهاء المباراه مباشره. يمكن شفنا الحقيقه تصريحات مستر كولر، خلاص يمكن بيحضر هيتابع مباريات ريال مدريد، فيمكن امور عديده كبيره جدا للتحضيرات. يا رب ان شاء الله يكون موفق فيها. لكن الحقيقه يمكن من اصعب الرحلات الحقيقه في التنقلات في كاس العالم للانديه، تنقلات عديده جدا، مجهود كبير جدا على لعيب النادي الاهلي، لكن بنامل ان شاء الله كل الامور دي تكون دوافع، تكون رغبه كبيره جدا، عندنا حلم كبير وعندنا امل كبير جدا. زي يمكن انا يمكن هنقول كلمه طبعا يمكن انت قلتها كابتن اسلام وكابتن هاني، الاحترام مطلوب لكن الخوف مرفوض بشكل كبير جدا، ده امر مهم. ولكن الخبرات اللي متواجده مع لعيب النادي الاهلي والقامات الكبيره جدا في الفريق بيدونا احساس وبيدونا انطباع ان في احترام كبير جدا وحذر شديد جدا. لكن كره القدم 90 دقيقه، ممكن ربنا يكون موفقنا ان شاء الله بالتحضيرات، ويمكن ربنا يكون موفق عدد من اللاعبين، يعني فرص بسيطه جدا ممكن ان شاء الله باذن الله نتالق فيها ونحقق المستحيل. يا رب ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون في صالح النادي الاهلي. رحله شاقه كابتن اسلام كابتن هاني، 3 ساعات من طنجه الى الرباط، لكن الحمد لله وصلنا بسلامة الله إلى فندق الإقامة. زي ما قلنا على طول مباشرة لاعبي النادي الأهلي تناولوا وجبة العشاء ومنها إلى الغرف، على أن يكون بقى اليوم غدا بمشيئة الله تبدأ الاستعدادات القوية بالتدريب الأول لفريق النادي الأهلي هنا في الرباط في الصينية 10 دورا هنا بتوقيت المغرب. النهارده يمكن كان في تدريب، لكن أنت عارف يا كابتن إسلام يا كابتن هاني كل المجموعة اللي شاركت فيها المباراة يمكن خدت جزء ريكفري في فندق الإقامة، لكن كل المجموعة طبعا اللي ما شاركتش فيها المباراة خدت جرعة تدريبية قوية جدا. الكل جاهز الحقيقة، اللي موجود بيلعب وزي اللي مش موجود كله الحقيقة على قلب رجل واحد. عشان كده ربنا ان شاء الله يكرم فريق النادي الاهلي ويوفقهم في مباراه صعبه جدا، لكن بالتحدي والشخصيه والاصرار ووجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والرسائل التحفيزيه المستمره ان شاء الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي، مش بعيده كابتن اسلام ومش بعيده كابتن هاني. طيب كريم، الحقيقه يعني بدايه الرحله سفر من البلد الاولى ثم الى طنجة، ومن طنجة الى الرباط الان 3 محافظات الاهلي، أو المحافظة الأولى كان تمرين فقط، المحافظة الثانية اللي هي طنجة كانت المباراتين الأولى والثانية، ثم في الرباط إن شاء الله وتكون المباراة القبل النهائية مع نادي ريال مدريد. سفريات كبيرة وسفريات طويلة وقصص كبيرة جدا في هذا الأمر، ولكن في النهاية النادي الأهلي الآن في الرباط زي ما حضرتك بتقول الدنيا هتهدى وبكرة هيبدأ التمرين مباشرة. النهاردة احنا رحنا بالأتوبيس وكان المفروض أو من المفترض أن احنا هننتقل بالقطار، هل الأتوبيس كان أأمن، كان أقل عشان يعني أن اللعيبة تريح أكتر للعيبة؟ الصور اللي كانت طبعا لو كانوا راحوا خدوا القطر كانت هتبقى الدنيا اعتقد. عفوا يا كابتن اسلام، انا يعني سمعت اخر السؤال، يعني يمكن انت بتتكلم طبعا عن التنقل من طنجة الى الرباط، القطار، الباص، انت عارف طبعا كلها ترتيبات خاصه وترتيبات اداريه كلها طبعا توفير راحه لفريق النادي الاهلي، لكن انت عارف كان في معدات كثيره جدا وفي امور عديده جدا بيتم التحضير ليها، فيمكن انت عارف المعدات مهمه جدا ان انت تكون معاها وتكون بعينك. القطار كنت ممكن تلاقي كثافه جماهيريه كبيره جدا، مش هتعرف تحافظ على اللعيبه بشكل كبير، هي كانت رؤيه مطروحه الحقيقه، لكن الحمد لله يعني زي ما بقول لك المشقه الكبيره جدا والجهد كبير جدا يا رب يكون دوافع بشكل كبير جدا للاعيبه للنادي الاهلي الانطلاقه بالنسبه للتدريب غدا. لسه كلها التحضيرات يعني من لحظات الحقيقه عقب الوصول مباشره قدرنا ان احنا نحصل على ميعاد التدريب، لكن لسه البرنامج الحقيقه كابتن اسلام يا كابتن هاني بيتم وضعه بالكامل على مدار الايام القادمه. يعني الامور طيبه جدا، كمان الجو الحقيقه اهدى شويه بشكل كبير جدا سواء من تطوان او ايضا كمان من طنجة، كان في بروده شديده جدا، لكن الحقيقه الطقس هنا في الرباط طقس طيب جدا. بنامل ان شاء الله باذن الله في موعد المباراه كالعاده يكون الظروف والمناخ وكل الاجواء في صالح النادي الاهلي، وبمشيئه الله وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى يقدر النادي الاهلي ان يتخطى هذه المباراه المهمه والصعبه جدا في تاريخ النادي الاهلي. كريم، عايز اعرف منك ردود الافعال بعد وصول النادي الاهلي لنصف النهائي، ردود الافعال على مستوى الصحافه المغربيه، على مستوى كمان الجماهير المغربيه. سمعنا تصاريح من مسؤولين كبار
في المغرب، ان خلاص ما بين قوسين كده هو النادي الاهلي هو ممثل المغرب في كاس العالم للانديه. نعرف منك ردود الافعال على مستوى الجماهير وعلى مستوى الصحافه المغربيه. يعني الحقيقه اشقائنا المغاربه يعني حاجه تشرف الحقيقه. يعني عايز اقول لك يا كابتن هاني يا كابتن اسلام، احنا تواجدنا طبعا في الطريق يعني 3 ساعات طبعا مش هيتاخدوا دايركت، لكن وقفنا الحقيقه في ريست، شفنا المقابله الكبيره جدا، شفنا احد الفرق الرياضيه الحقيقه اللي قابلت النادي الاهلي بتشجيع وهتاف وحماس. اي حد من قبله بيقول لنا احنا معاكم وقلبنا معاكم، ويمكن هم عندهم كلمه كده مهمه جدا يقول لك دير النيه، يعني صف النيه ده امر مهم جدا وربنا يكرمك ان شاء الله. الحقيقه ده بيقولها تاني يا كريم، صف النيه دير النيه دي الحقيقه من عشان هنا لازم عندنا ناس كتير قوي دير النيه الكلمه دي محتاجينها فعلا. بالظبط يا كابتن اسلام، والله فعلا يعني مش هنا في القناه، لولا الحقيقه العلاقه الكبيره جدا والصفاء. انا عارف طبعا، انا عارف طبعا 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 يا كابتن اسلام طبعا، لولا الحقيقه العلاقه الطيبه جدا والحب الكبير وصفاء النيه للجميع، زي ما بقول لك اللي موجود غير اللي يعني كل واحد على قلبه وعلى قلب الثاني، اللي موجود من اللي زي اللي مش موجود، اي حد بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي او بيكلف بدور بيأدي اللي عليه، عشان كده ربنا بيكافئ، عشان كده ربنا ان شاء الله لسه هيكافئ فريق النادي الاهلي. عندنا امل كبير، عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني. الكلام اللي انت بتقوله ده هيخليني اخدك لجزء اخر الحقيقه، وهو انا الحقيقه بشوف صور كتيره جدا لشادي والبرونو سافيو والايمن اشرف ولمصطفى مخلوف والخامس اللي موجود معاهم. الحقيقه الخماسي ده خلاص بره الفرقه، او يعني ما بيبقوش موجودين مع الفرقه في مباريات، ولكن زي ما انت بتقول تيشيرت النادي الاهلي بيوحد الكل. كل الصور اللي جايه لنا وكل الفيديوهات اللي بتجيلنا دايما بنشوف فيها ان هناك حاله من الاحترام، وحاله من الاحترام المتبادل، يعني تحس ان اللعيبه دي موجوده وهتلعب. برضو طمنا على الشكل ده لانه هو ده النادي الاهلي يا كريم. بالتاكيد يا كابتن اسلام، يعني انا هضيف كريستو كمان يمكن من ضمن الخماسي اللي مش متواجد بشكل كبير جدا في القائمه، لكن عايز اقول لك يا كابتن اسلام المجموعه اللي خارج القائمه روحها اكبر من المجموعه، عايز اقول روحها كبيره جدا، على طول بيكون متواجده بشكل كبير، بتآزر وبتساند وبتدعم. يعني الرضا مهم جدا في هذه الفتره، النجم هو النادي الاهلي والهدف هو النادي الاهلي واسعاد كل جمهور النادي الاهلي، عشان كده انكار الذات مهم جدا، وده اللي بنشوفه في التدريبات في التنقلات في فندق الاقامه، امور مهمه جدا وتفاصيل صغيره يا كابتن هاني يا كابتن اسلام بتدينا طمانينه بشكل كبير ان القادم افضل. زي ما بقول لك يعني مفيش مستحيل في كره القدم، والنادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وبالاداره الفنيه المعتاده الحقيقه مستر كولر، يعني لو في يومنا ولاعيبتنا مركزه بشكل كبير نقدر، بعيدا عن ريال مدريد اتهزم النهارده 1-0، عنده اصابات، كورتوا مش هيشارك، كل الامور دي الحقيقه في فصل تام. انت عندك هدف هو ال 90 دقيقه، عندك هدف ان شاء الله هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. والحقيقه كمان المعلومات اللي متواجده، احنا سالنا جمهور المغرب طبعا في الرباط هيكون بكثافه، يمكن الناس كلها بتقابلنا بتقول لك انت هتشوف مشهد رائع ومميز جدا في الاستاد يستقبل مباراه الاهلي وريال مدريد، فيا رب ان شاء الله تكون المسانده الجماهيريه كالعاده كبيره جدا، روحنا وقلب كل واحد على قلبه وتوفيق ربنا ان شاء الله باذن الله يكون معانا كابتن اسلام في مباراه مهمه جدا جدا الاهلي وريال مدريد. طبعا اخر حاجه كمان طمنا وشوف برنامج الفتره اللي جايه، هل مستر كولر بدا التحضيرات الفنيه من محاضرات فنيه للاعبين على مستوى دراسه ريال مدريد؟ زي انت قلت النهارده كان في خساره من ريال مايوركا، هل بدأ بالفعل؟ هل في ان شاء الله الايام القادمه هتشهد هذه الاجتماعات الفنيه ما بين مارسيل كولر واللاعبين؟ لا، وعايزين نعرف برضو الطبيعي اللي بيحصل ايه يا كريم، يعني هل الطبيعي ان هو بيعدي تاني يوم مثلا وبيجي اليوم الثالث او الرابع يتكلم على الفريق المنافس اللي هتلعبه، ولا الطبيعي ان هو من بعد المباراه؟ يعني انت لما سالته امبارح في لقائك مع مارسيل كولر ورى لك الهارد ديسك وقال لك انا معايا الهارد ديسك هروح اتفرج. بمنتهى البساطه يعني يا كابتن هاني امبارح في اللقاء كريم وهو بيتكلم قال له في منتهى البساطه، قال له انا معايا هارد ديسك والهارد ديسك ده انا هوريه هتفرج عليه. انت بتقول يا كابتن اسلام هي بتبقى كل مدير فني بيبقى ليه رؤيه مختلفه، يعني بعض المديرين الفنيين بيبقى المحاضره الفنيه قبل المباراه بيوم، في بعض المديرين الفنيين قبل المباراه بيومين وبيدي قبل المباراه بيوم بيتكلم بس على الكور الثابته عشان ما يكونش المحاضره طويله. فنعرف منك برضو السيستم ماشي ازاي بالنسبه للاستعداد لمباراه ريال مدريد.
يعني بالتاكيد طبعا يا كابتن اسلام يا كابتن هاني، يمكن اهم من المحاضرات الفنيه وبالتاكيد الحقيقه ده اللي لامسينه، ان انت ترفع الضغوطات بشكل كبير جدا على اللاعبين للنادي الاهلي. ده امر مهم جدا، وده الحقيقه بيقوم بيه الجهاز الفني بالكامل بقياده مستر كولر. الراجل متعود المباراه بتنتهي بيدي وقت بسيط جدا للعيبه. النهارده كل اللعيبه هتتفرج على بعض الهايلايتس، هتتفرج على بعض اللقطات، لان الراجل بيحاول ان هو يعني البدايه من النهارده يعني الوقت قليل جدا يا كابتن. بالتاكيد بالتاكيد يا كابتن اسلام، الوقت قليل ومحتاج ان انت تدخل لعيبه في المود وترفع الضغوطات بشكل كبير. فيمكن ده الحقيقه الميزه الكبيره جدا من مستر كولر، ان هو بيشتغل بجانب النفسي كبير جدا، بيرفع الجانب المعنوي، لكن الاهم من كل ده ان انت ترفع الضغوطات. متع نفسك، العب كوره، ده اللي احنا بنسمعه الحقيقه طبعا من الدكتور خالد الجوادي المترجم. تعليمات على طول بتكون كده، الحديث بيكون كده، ايضا كمان لعيبتنا بتاكد على هذا الامر. فاقدر اقول لك يا كابتن اسلام يا كابتن هاني، التحضيرات بدات من الصباح اليوم بتركيز كبير جدا على الثلاث مباريات الاخيره، وايضا كمان المباراه اليوم ريال مدريد وميوركا هيكون ليها دور كمان في التحضير الفني لمستر كولر. يا رب ان شاء الله يكون واقف طبعا على كل الامور الخاصه والتشكيل. صعوبه كبيره جدا طبعا ان انت تقدر تغلق مساحات على ريال مدريد وتواجههم بشكل قوي جدا، لكن ان شاء الله باذن الله يكون عنده السيناريوهات. لكن اهم من كل ده توفيق ربنا، يا رب ان شاء الله يوفق لعيبه النادي الاهلي باذن الله في هذه المباراه. مش بعيده والله يا كابتن اسلام، ومش بعيده يا كابتن هاني الجهد الكبير اللي مبذول بدايه من كابتن محمود الخطيب، لا اقل يمكن احد اقل عامل طبعا متواجد بيقوم بدور كبير جدا. فيا رب يكلل كل المجهود بالنجاح، وتكون فرحه كبيره جدا ان شاء الله. مصر عايزه تفرح، وان شاء الله النادي الاهلي يفرح مصر يا كابتن اسلام يا كابتن هاني. طيب كريم، برضو قبل ما اقفل معاك هذا الحديث، لان الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي يوميا بينتظر كريم احمد على شاشه قناه النادي الاهلي لنقل كل الكواليس الخاصه ببعثه النادي الاهلي في المغرب. الجو عندك ساقعه يعني؟ انت قلت لي اقل شويه البروده، اقل شويه، لكن درجه الحراره كام عندك تقريبا يعني؟ يعني في الليل طبعا يا كابتن اسلام بتوصل ل 8 و7، بيكون في بروده شديده شويه، لكن احنا طبعا بنحاول ان احنا نشوف الطقس في موعد المباراه. يعني اللي احنا شفناه تصل ل 12 و13 درجه، يمكن جو كروي الحمد لله ان مفيش امطار، ده امر مهم جدا، مفيش هواء شديد جدا زي ما شفناه الحقيقه في طنجة او في تطوان. فيمكن يكون يا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيهيئ الظروف وبيهيئ الطقس والمناخ يكون في صالح النادي الاهلي. ارضيه الملعب حاجه ممتازه طبعا كالعاده مش هنقدر نتكلم عليها، لكن عايز اقول لك يا كابتن اسلام الطقس مميز جدا مقارنه بتطوان وطنجة. كانت في بروده شديده، كان في هواء، كان في امطار. مستر كولر لغى تدريب من احد التدريبات بسبب قوه الامطار. فان شاء الله يعني هي انا شايفها رساله من ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله ان كل المناخ وكل الظروف يكون معانا وفي صالحنا يا كابتن اسلام. ويا رب ان شاء الله دعوات كل جمهورنا جمهور النادي الاهلي نقدر بمشيئه الله يا كابتن اسلام. اخيرا برضو يا كريم قبل ما اقفل معاك، انا كل شويه بفتكر حاجه بقول اخيرا، بس معلش يعني. بيتسو موسيماني كان وصل لرقم 22 من المباريات بدون هزيمة، والمباراة ال 23 كانت بايرن ميونخ. نفس الكلام تقريبا عن مارسيل كولر. مارسيل كولر بيبص للحاجات دي يعني؟ هل بيبص للأرقام وبيبص للكلام ده فيما يخص هو شخصيا، يعني ان هو مدير فني لنادي الأهلي بقاله 22 مباراة ولم يهزم، وان المباراه اللي جايه ريال مدريد على الجانب الاخر بيتسو موسيماني كانت 22 مباراه، والمباراه اللي كانت ال 23 كانت مباراه بايرن ميونخ. بيبص مارسيل كولر لهذه الامور ولا لا؟ يعني بالتاكيد يا كابتن اسلام بتاخد يعني جزء بسيط جدا من فكره، لكن اكيد هو طبعا يعني حلم كبير جدا ان هو يكون متواجد في كاس العالم للانديه، والارقام تكون مقارنه الحقيقه ببيتسو موسيماني، لان الارقام يعني ما بتكذبش. يعني انت واصل بشكل كبير جدا في عدد المباريات، وايضا كمان مستر كولر، لكن هو هادي بشكل كبير جدا، عنده تركيز، كل الامور دي الحقيقه بيشوفها بشكل بسيط جدا، وعلى طول بيكلمني يقول لي ما تكلمنيش على المباراه القادمه، كلمني على المباراه اللي جايه على طول، ما تقوليش مباراه كذا على طول. هو الراجل بيحاول ياخد ستيب باي ستيب او خطوه بخطوه كده على طول. لكن عايز اقول لك كابتن اسلام، هو يعني بيحاول ان هو يكون فيه هدوء بشكل كبير، بيحاول يركز، لكن لابد تكون تاخد حيز من فكره، لان الراجل بيصنع مجد كبير زي ما النادي الاهلي بيصنع مجد. احنا ايضا كمان على المستوى الاعلامي وعلى مستوى تغطيتنا شرف كبير جدا ان احنا نكون متواجدين بنغطي كاس العالم وبنغطي مباراه كبيره جدا بقيمه ريال مدريد. فعشان كده بقول لك كابتن اسلام، يعني الواحد عنده ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، وعنده ثقه في لعيبتنا وفي جهازنا الفني، ان شاء الله باذن الله غدا وبعد غد تكون التحضيرات جيده، لعيبه تحافظ على بعضها، تدخلات تكون قليله شويه، كله يرفع الضغوطات عن بعضه. متع نفسك في مباراه مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون النصر من نصيب النادي الاهلي. كريم في النهايه بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك، ودايما بتغطي بشكل اكتر من رائع كواليسنا واخبار فرقتنا، وزي ما انت بتقول ان شاء الله باذن الله يكون يوم الاربع يوم تاريخي في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله، ونقدر نعمل يعني نتيجه جيده امام الريال، وان لم يكن نتيجه جيده نعمل اداء جيد على الاقل يليق باسم النادي الاهلي و
الكرة المصرية والعربية والأفريقية. كريم بنشكرك شكرا جزيلا.